السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مستقرنا وإياكم. معانا اليوم إتقان حرف الصاد. نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تستطيع أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مخرج الصاد والسين والزاي أو الزاء، هدول نفس المخرج. وين يا ترى؟ يو هذا هو منتهى طرف اللسان مع، يعني ها أي معنى، مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا العليا. هاي الصفحة الداخلية للثنايا العليا، تمام؟ هنا فيخرج الصوت من فوقها مرا بين الثنايا العليا والسفلى. يخرج أكيد يعني من وين بده يطلع؟ بده يطلع منها من بين الثنايا، قريب إلى الثنايا السفلى. سهلة. طب كيف أعرف مخرجها؟ أنا أقوله مشدد، أص 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 أصي أصن أصن أصن. لسانك معكوف هالشكل، كسر اسنانه هيك، لسانك هيك لتحت على الاخر، على الاخر هيك أص. لسانك عند اصول الثنايا من تحت بهالشكل معكوف. هذا هو مخرج الصاد والزاي والسين. طيب الصاد مستعلن والباقي مستفل، ملناش دعوة، المكان اللي بنطلع منه واحد، الباب اللي بيطلعوا منه واحد، ولكن واحدة تخينة واحدة تنتين نحاف، ما دخل. طب كيف نتخن وكيف ننحف؟ هذا اللي بدنا اياه نعرف. ناخذ الصفات. هل الصاد، هيك اسألي نفسك، هل الصاد من حروف الاستعلاء اللي هي خصة ضغط قض؟ طبعا خصة هي ص، اذا فهي من حروف الاستعلاء، فهو مستعلن. شو الاستعلاء؟ استعلاء باللسان، باقصى اللسان، هي معنات الاستعلاء. استعلائي باقصى اللسان يتوجب علي اذا انا استعليت صح انه يصير عندي التفخيم صح، تمام؟ تمام. هل هو من حروف الاطباق؟ نعم، حروف الاطباق صاد ط ظ، نعم، فهو مطبق. اذا في استعلاء واطباق. شو الاطباق؟ الاطباق اني اضغط الصوت بهاي المنطقه، ضغط الصوت في هاي المنطقه ص، تمام. طيب هل هو منفتح؟ لا، قلنا خلاص اطباق. هل هو مجهور يعني فيش فيه هواء، او مهموس فحثه شخص سكت؟ نعم مهموس، فإذا في صفة ضعيفة اسمها الهمس. همس، إيش يعني همس؟ يعني وأنا بألفظ حرف الصاد الهواء يخرج، في عنده كمية من الهواء بتطلع معاه في النطق للصاد، صا الصا، تمام؟ هل هو شديد، توسط، رخاوة؟ طبعا شو هي حروف الشدة؟ أجد قطن بكت، إذا ليس معه. هل هو من لنعمر؟ لا، إذا فهو رخاوة. إذا إلو زمن، إلو زمن، إلو زمن، وأنا بألفظ حرف الصاد أص، وأنا بقول أص
بيطلع معايا هوا بيضرب هنا بيضرب هنا وهنا الصا تمام صا الصا صا صا بيطلع هوا ورخاوة الصوت يجري تمام. في هدول الثلاثة عندهم صفة لأنه الهواء بيطلع بيضرب وين؟ بيضرب بالصفحة الداخلية للأسنان وبيجي على هاي المنطقة ما بين الأسنان بيطلع يعني بيضرب في هاي المنطقة الهواء وبيطلع من هاي المنطقة بينهم بين الأسنان الثنايا فبيؤدي إلى صفير بيطلع صوت صفير فيه والصفير بيكون واضح صوت الصفير فيه لأنه كمان الحرف رخو السين رخاوة والزاء رخاوة فرخاوة الحرف وموقعه كمخرج بيؤدي إلى أنه يصير عنده صفير فإذا راح الصفير من عندك إيش بتكوني عملتي؟ أعطيتي شدة بدال الرخاوة وما أعطيتي كمية الهواء المطلوبة في الإخراج فما صار عندك الصفير المطلوب إذن الصفير نتيجة الرخاوة والهمس مع بعض والموقع الموقع تمام فاللي بيكون عندها الصاد ضايعة السين ضايعة الزاء ضايعة انتبهي للمخرج لسانك هيك بيكون معكوف لتحت وبنفس الوقت في صفة الرخاوة مهمة جدا والهمس عشان يطلع معاكي الحرف صحيح مية مية الأخطاء طيب كيف نرفضه ساكنا أص أص ملوش دعوة الصوت بالهمس في ناس بتقول لي كيف أسحب الصوت أنا عرفت كيف أسحب الصوت وفخم وفخمتك بس كيف أطلع الهواء ملكيش دعوة أنت أسحب الصوت للداخل وحط لسانك في مخرج الصاد لحاله بيطلع كله صحيح بس المهم حط المخرج صح واسحب الصوت إلى الداخل حيطلع الهواء وحيطلع الهمس ويصير عندك كله تمام لأنه سحب الصوت غير الهواء الهواء غير الصوت الجهر غير الشد الرخاوة في فرق بينهم تمام أص في حال الساكن طيب المتحرك ص ص صي صو ص صي صو شايفين حركة الفك عندي ما فيش أي اعتماد على الحركة الأمامية أو الشفايف في ناس بيقول ص صي غلط عشان بدها تفخم من الأمام غلط ملهاش دعوة ريحي ريحي هاي المنطقة الآخر ص صي صو ص صي صو بس طيب مد ص صو صي هل أنا في الصي عملت هنا أي حركة صي عملت هنا لا لأنه في إطباق لو عملت صي راح الإطباق صي لجوة اضغطي جوة واشتغلي من الداخل صي من هاي المنطقة صي صي فبتلاحظي هاي الناحية هي اللي بتنزل ملهاش دعوة هنا بتقولي صي صراطة صي صراط هذا اللي عشان بس بصي صي صراطة لأنك هنا بتعتمدي على الفك السفلي قلنا لك التفخيم المطبق إياك تعتمدي على التفخيم أو الاستفال من هاي المنطقة استفلي من هاي المنطقة طيب إيش عندي مشدد الصا الصو الصي الصن 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 منون صن 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 بس هذا هو صوت الصاد سهل ميسر طيب الأخطاء يا حلوين هاي طيب في كلمة الصراط أنا لسه حكيتها انتوا بتعتمدوا في
الكسر على هذه المنطقة فهذا خطأ. في المطبق كله هنا اعتمدي على لغلوغ كولي ينزل لتحت. صي الصراط الصراط ط ط صي 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 عشان تطلع صي ما تطلعش سين. الصراط الصراط طلعت سين مفخمة. طيب استبدال حرف الصاد بالسين بالصاد بدل ما تقول عس هذه تبعت عسى السين عصا عصا تقولي عسى هذه خطأ السين وليست الصاد. تضم الشفتين عند ايوه في ناس بيقولوا لي ص ص الص وبمدوا لي شفايفهم قدام هذا خطأ لأنك مش قادرة تجيبيها من الداخل بتروحي بدك تفخميها من الأمام هذا خطأ. ص اسحبي ص الص إياك تحركي بالمفتوح حركي هنا ص غلط ص غلط. في ناس بيزيدوا همسة بشكل ص لا غلط برضه ما فيش فيها تفشي هذا اسمه تفشي تفشي الهمس هذا التفشي فقط في الهمس عند الشين لكن الصاد ما فيش فيها هذا التفشي. ما تقوليش ص تطلعي الهواء يعني وتركزي انت تطلعي الهواء لحاله بيطلع الهواء مالكيش دعوه انت بس اسحبي الصوت الى الداخل وخلي لسانك في مخرج الصاد وبتطلع معاكي صاد صحيح تمام. في اذا شددت قصاصهم قصا قصاصهم ما فيش فيها اخطاء كتير الصاد الا هو التفخيم اكتر شيء او انك تجيبيها على زا او على ايش زا ممكن في نفس اعتناء ب اذا اجت بعديها طا ممكن تصير معك زا يصطرخون في ناس يصطرخون يز بتصير بدل ما تقولي يصطى يصطرخون عملية يز هذه موجودة في قراءات أو في اللهجات في اللغة العربية اللي هو الإشمام ولا مش عارفة إيش بيسموه أعتقد الإشمام. ف هنا لا في قراءة حفص لا وأعتقد كمان في ورش لا اللي هي صاد صاد ما فيش فيها هذه العملية يز احنا بنقول يسطى يسطرخون. إذا كانت ساكنة وبعدها دال ننتبه المحافظة على بيان إطباق الصاد وتفخيمها والدال تعطيها ترقيقها يصدو يصدرون وعتقول يصدرون برضو ممكن في ناس بيطلعوها هيك أصدق أصدى الصاد جوا والدال هنا طرف لسانك. لو عرفتي كيف تتعاملي انك تسحبي الصوت الى الداخل وترمي الصوت لبرا لما يجي حرف مرقق مع حرف مفخم على طول انت اسحبي الصوت الى الداخل وفخمي وبعدين لما تنتقلي الى الحرف المرقق ركزي على مخرج الحرف المرقق عشان يطلع معاكي مية مية يصير عندك أصدى أصدى أصدق. وقلت لكم الدال منطقة عريضة في الطرف فتنتبهوا لها أخذناها. طيب عنا بعدها أو قبلها تاء بيان إطباقها وإلا جعلت سينا لأن السين أقرب إلى التاء من الصاد. حرصتم حرصتم هي اسحب الصاد إلى الداخل وأنت في المية مية حرصتم تقول حرصتم حرس حرص حرصتم. حصي حصيرت حصي حصيرت صدورهم
صدورهم. اعرفي كيف تفخميها الصاد، كيف تطبقيها، امورك كلياتها سهله ميسر، سهله ميسر. استعلي بلسانك، اسحبي الصوت الى الداخل، ملناش دعوه هنا، ملناش دعوه بالصوت يطلع من هنا، يطلع من هنا الصوت. وبعدين اضغط الصوت في هاي المنطقه، بدك تكسري نزلي اللغلوغ لتحت، مالكيش دعوه بالفك السفلي، هذه كلها فك سفلي. فعند الاطباق الحروف المطبقه انا بقى انزل من هنا. في الحروف المفخمه الثانيه عادي، في الحروف المرققه الاتكاء في الترقيق في الكسر هنا، سي سي، لكن الصاد صوي من هنا، صوي من هنا، اسحبي الفك من هذه اللي هي منطقة اللغلوغ عشان يكون عندك تفخيم صح، مطبق صح. اعتقد سهلة ميسرة الصاد، ما فيش فيها مشكلة. المهم لما اجي اقرأ صاد انا بجيبها من هنا صو، بعدين بأتكئ هنا على طرف لساني في الدال دا على طول، صاد صادق. واضح الكلام؟ اعتقد واضح، بس بدك تتدربي عليها كويس. المهم وانت بتجيبي كل الحروف المفخمة وكل الحروف المفخمة المطبقة، اتكاء على هاي المنطقة اللي هو الفك الامامي، هاي المنطقة، لا لا لا، وين اتكائي في كل الحروف المطبقة؟ في هاي المنطقة. اعتقد واضح، نقول يا رب. ماشي، ربنا كريم ويفتح علينا وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى اللقاء.